الآن استوديو 18. اهلا بكم في حلقه جديده من استوديو 18. نتولى على تقديمي انا لينا مجالي وعمر المحرف. تحيه لك لينا. مشاهدينا اهلا بكم. على اعتاب انتخابات هي الاشرس منذ عام 2003، عنوانها ليس البقاء للاقوى فقط بل لمن يدفع اكثر. يحاول المتسابقون إلى البرلمان ابتكار طرق جديدة لكسب الأصوات، ابتداء من توزيع البطانيات والمدافئ النفطية وكرات القدم، مرورا بوعود التوظيف وتوزيع قطع من الأراضي لا وجود لها على الخارطة، وليس انتهاء بضخ المال السياسي واستخدام المال العام وتخصيصات النازحين في الدعايات الانتخابية، وتلك أخطرها. ومن سخرية القدر أن يشاء القدر نفسه بأن يتسابق السياسيون لكسب ود المواطن البسيط، المواطن الذي عاش الحرمان وواجه أقصى الظروف المعيشية من نقص في الخدمات والكهرباء والماء وتردد في الصحة والتعليم طيلة السنوات الماضية التي انشغل فيها السياسيون بصراعاتهم غير المتناهية. ها هو اليوم أمام السياسيين وجها لوجه. نعم، إنه موسم الانتخابات. لا تستغربوا أيها العراقيون إذا ما نزل السياسي من برجه العالي وكلف نفسه عناء السؤال عن أحوالكم واحتياجاتكم، ولا تتفاجأوا بل تذكروا هذه الأيام جيدا. هذه الأيام التي تتعالى فيها الأصوات أيضا محذرة من محاولات تزوير وتلاعب بالانتخابات وصفقات ومشاريع تمنح هنا وهناك على حساب أموال الدولة دون حسيب أو رقيب، بينما تحذر أصوات أخرى من ظروف غير اعتيادية في بعض المدن قد يتدخل فيها السلاح لفرض رأيه على توجهات الناخبين. كل له طريقته الخاصة بالمال أو بالسلاح، الهدف واحد، كسب الأصوات والفوز بالانتخابات. إذن نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استوديو 18، ونسلط الضوء فيها على ضمانات إجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن تأثير المال السياسي والمال العام والسلاح. مع ضيوفنا في هذه الحلقة كل من هادي جلو مرعي المرشح عن الحزب المدني العراقي، ونائب رئيس الجبهة التركمانية عن كركوك حسن توران، وينضم إلينا لاحقا أيضا عضو ائتلاف الوطنية حامد المطلق وعضو تحالف الفتح رزاق محبس. سباق الانتخابات يبدأ مبكرا هذه المرة، الجميع يبحث عن مكانه في المرحلة القادمة وقد لا يكون للكثيرين فيها مساحة جديدة. والسؤال الذي يطرحه الجميع في هذا الوقت، ما هي ضمانات إجراء انتخابات بعيدة عن التزوير؟ وكيف يمكن تحييد المال العام والمال السياسي عن المعركة الانتخابية؟ الجواب في تقرير خطاب عادل من بغداد. أكيد وطبعا هي إجابة أغلبية الأوساط الشعبية ممن سألناهم عن المخاوف في إمكانية التزوير التي تحصل في الانتخابات المقبلة لجملة من الأسباب تحدثوا عنها، أولها ضبابية الآلية في اختيار المراقبين غير المستقلين والمؤدلجين الذين أتت بهم كيانات وأحزاب سياسية. ولا طبعا هاي الحالة يعني موجودة وأكيد راح تصير، يعني أنا من دياله، يعني أكو لحد أكو بوادر، أكو هيك شغلات نسمع بيها، ناس تنطي فلوس، ناس تنطي 100,000 على البطاقة، ناس تنطي 200,000. صارت عروضات عندنا إحنا بدياله وايد، جو مرشحين يعرض فلوس، يعني كل بطاقة يقول لك أعطيك 100,000، جاء الثاني ينطي 200,000. فهي الحالة موجودة تصير 100%، أكيد تزوير موجود بالانتخابات راح يصير، لأنه الكل ما معرفين من قبل الشعب. ماكو واحد منتخب عنده اغلبيه تعرفه شنو هو وشنو الايجابيات وشنو السلبيات مالته. واني افضل هم شغله عمو، لازم هاي تنقلوها امانه، انه لو كل واحد يبقى على كرسيه وعلى منصبه وبغرفته، وهذه الاموال والمصاريف اللي يصرفوها يستغلوها بناء المستشفيات ومجمعات سكنيه افضل، وكل واحد يبقى بمكانه. السلاح المنفلت وقوه النفوذ وتأثير بعض الزعامات السياسية على مراكز انتخابية ظواهر لها تأثير فعال على سير العملية الانتخابية وما ينتج عنها من شراء للأصوات الانتخابية وبالجملة، خصوصا
في مناطق القرى والأرياف ذات النفوذ العشائري وما يمكن لها من قلب الوقائع والإخلال بقواعد اللعبة الانتخابية. يعني في ظرف العراق الحالي وفي ظرف أن نحن نحبو في طريق الديمقراطية من الصعب أن نضمن نزاهة الانتخابات حتى وأن تدخلت جهات دولية بوجود كتل سياسية متنفذة وسلاح منفلت ومال سياسي له نفوذ. والآن يعني تشاهد حضرتك اليوم وجود شراء لبطاقات انتخابية، بيع لأصوات ناخبين، وبالتالي الانتخابات القادمة قد لا تكون نزيهة بمستوى عالي، مستوى ضئيل يمكن أن نضمن نزاهته. مع أن هناك تحديث لموضوع البيومتري والبصمات، ويعني المفوضية تؤكد أن هناك ضبط لهذا الموضوع، لكن الناخب العراقي لديه هاجس خوف أن هذه الانتخابات ممكن يكون بها تزوير. احنا نتأمل ماكو تزوير، لكن بعض الجزئيات وتصريحات المسؤولين بالدولة العراقية أتأكد أنه هذا الموضوع ممكن اختراقه، وهذه تولد مخاوف لدى الناخب العراقي. غير مسألة التزوير، مسألة شراء الأصوات هذه مسألة ثانية، يعني تأذي الناخب العراقي بشكل كبير. دعوات وجهتها قيادات مجتمعية إلى الناخب والقادة السياسيين والأجهزة القضائية أن يعوا حجم هذه الآفة الخطيرة بشأن مصادرة إرادة المواطنين والوقوف ضدها بحزم وبوسائل أخرى مختلفة منها القانونية والتشريعية والتثقيف ضدها باعتبارها جريمة تؤدي بنتائجها بفساد الذمم والأخلاق. لبرنامج استوديو 18 خطاب عادل، بغداد. إذن نبدأ مع ضيفنا هذه جلو مرعي المرشح عن تحالف المدني في بغداد. يعني بداية أهلا بك، ويعني نسألك السؤال الذي يطرحه الجميع، يعني ما هي ضمانات إجراء انتخابات بعيدة عن التزوير وانتخابات نزيهة؟ ما هي أو كيف يمكن تحييد المال العام والمال السياسي عن المعركة الانتخابية؟ نعم، مساء الخير. أنا مرشح عن الحزب المدني وليس التحالف المدني، لأنه أيضا هنالك مود الآن أو موضة في العراق الجميع يحاول أن يتسمى باسم المدنية، ولذلك لا بد من التصنيف. وأيضا أقترح عليك عدم تكرار كلمة نزيهة، لأنه الناس بطلت في العراق تسمي بناتهم باسم نزيهة، لأنه نزاهة في العراق أمر صعب المنال، وأعتقد أنه لن يتحقق، وهو من الأمور الصعبة. وبالتالي ضمانات إجراء انتخابات نزيهة كما تسمى، أعتقد أن ذلك أمر صعب جدا في ظروف معقدة يعيشها العراق على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، وأيضا التكالب الدولي والإقليمي، والذي جعل من الساحة العراقية ساحة متاحة للجميع للتأثير في التوجهات السياسية، وبالتالي عدم القدرة على ضمان أن تكون الأجواء هادئة وطبيعية يمكن أن تتيح للمواطن العراقي المشاركة الفعالة في الانتخابات وأن يصوت لمن يريد أن يصوت له. كنا نأمل أن لا يتجرأ الذين كانوا جزء من ماكينة الفساد التي دمرت الدولة العراقية خلال السنوات الماضية ويتصرفوا بكل هذه الوقاحة ويرشحوا مرة أخرى للانتخابات، ولكن من فقد الحياة لا أمل من ورائه، وبالتالي نستطيع أن نرى وجوه كانت موجودة في مؤسسات الحكم والدولة والبرلمان والحكومة ومؤسسات عديدة من مؤسسات الحكومة وفي دوائر الخدمة العامة، وكذلك من الذين تنفذوا وأثروا على حساب الشعب العراقي المظلوم. مرة أخرى هم سياسيون كبار وزعامات وتهتف لهم الناس وتطرب لهم القلوب والعقول، وهم مرشحون على أعلى مستوى لانتخابات نيابية مقبلة وقريبة جدا. هنالك مشاكل عميقة في الدولة العراقية لم يجد لها السياسيون والنخب الحاكمة حلولا على الإطلاق. الأمراض السرطانية متفشية، مناطق أطراف بغداد مثلا، مناطق أطراف بغداد منكوبة من جهاتها الأربع. بغداد المدينة الوحيدة في الكرة الأرضية التي يحيط بها شكل من أشكال الكارثة، الكارثة البشرية والكارثة الطبيعية. مناطق شرق بغداد عبارة عن مكبات للنفايات، المتظاهرون يموتون في الشوارع ولا أحد ينتبه لهم،
أمس أحد المتظاهرين مات في الشارع وهو يهتف مطالبا بالخدمات، وقبل أيام مات متظاهر، والأمراض السرطانية أيضا تضرب بالعراقيين. طيب. ولم تنتبه النخبة الحاكمة التي مرة أخرى تتجرأ وتكون بأعلى مستويات الوقاحة وترشح على رأس قوائم وبقوائم كبيرة وتدعو الناس للتصويت لها، والمصيبة أن هنالك من يطبل ويهوس لها ويؤكد على نزاهتها وقدسيتها وقدرتها على التأثير والتغيير. طيب. لذلك الحلول في المرحلة المقبلة أعتقد أنها صعبة وقاسية، ولكن لا بد من المحاولة، لا بد من فعل شيء. الحزب المدني العراقي جزء من معادلة يراد لها أن تكون حاضرة في المشهد العراقي المقبل، ولكن هذا يعتمد على إرادة الناخبين، على إرادة الشعب العراقي، قدرة هذا الشعب على التغيير. في الواقع المعادلة طيب سيد هادي صعبة، ولكن في ظل مثل هذه الظروف لا قدرة للمقاطعة. سيد هادي ابقى معي لأرحب أيضا بالسيد حسن توران. نعم. نائب رئيس الجبهة التركمانية. سيد حسن مرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من استوديو 18، وأبدأ معك من إمكانية تحييد المال السياسي في هذه الانتخابات. هل هناك إمكانية ووسائل ممكنة للجهات الرقابية والجهات التنفيذية مفوضية الانتخابات أن تحيد هذا المال في هذه الانتخابات كي تخرج لنا بنتائج نزيهة؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفك ولزميلتك والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد الموضوع هو منظومة، هذه المنظومة يجب أن ننظر إليها بمنظار مكبر حتى نعمل على تحييد المال السياسي وتوظيف أموال الدولة في موضوعة الانتخابات. هذه المنظومة هي تبدأ أولا أن يكون هناك تشريع واضح، وثم يكون هناك تطبيق للتشريعات التي يشرعها مجلس النواب العراقي، ثم بعد ذلك علينا إيجاد آليات رقابية ومحاسبة تكون شفافة حتى تعطي نتائج. أنا خوفي من شيء واحد، هو أنه موضوعة التعميم اللي نطلقها دائما سواء على مستوى السياسيين، النخب السياسية أو الإعلامية، أنه الانتخابات مزورة والانتخابات لا طائل منها ولا فائدة منها، هذا راح ينعكس ويوظف في سبيل في مصلحة الفاسدين الذين يريدون تدوير السلطة لهم من جديد عبر إفشاء هذه الأخبار أو المعلومات وضخها بصورة مضخمة بحيث تعمل على عدم قدرة أو رغبة الناخب للمشاركة بالانتخابات، وعدم مشاركة الكم الكبير من الناخبين هو في مصلحة الفاسد. المقاطعة ليست حل، المشاركة الجماهيرية الواسعة هي أحد أسباب تغيير الوجوه والإتيان بالصالح والأكفى لخدمة المجتمع من جديد. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت من تقول لي أكو حملات انتخابية ويجب أن تمول، هذه يجب جزء من عدها تمول عن طريق قانون الأحزاب. قانون الأحزاب كما تعلمون شرع من قبل الدورة البرلمانية الثالثة، وفيه بند على الدولة أن تخصص أموال لهذه الأحزاب حسب عدد المقاعد اللي يمثلها كل حزب في مجلس النواب. نعم هناك ضائقة مالية، اليوم الدولة تمر بمرحلة أو الحكومة بمرحلة صعبة اقتصاديا، ولكن كل دول العالم حطت آليات أو وضعت آليات حتى تقضي على المال السياسي أو التوظيف المال العام. عندك على سبيل المثال قانون الأحزاب، هذا مطبق في دول عديدة وتضخ وتخصص أموال لتمويل الانتخابات عن طريق الأحزاب. في الولايات المتحدة الأمر مختلف عبر الإعلان عن حملات جمع تبرعات للمرشحين الديمقراطي والجمهوري، وهذه تكون واضحة وعلنية، وكل متبرع يعرف إيش قد تبرع، الجمهور كله يعرف إيش قد تبرع الرئيس، إيش قد جمع تبرعات. هذا أيضا سيستم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ما موجود عندنا بالعراق. أولا هذه الضبابية وعدم الشفافية، عدم تطبيق قانون الأحزاب، وعدم وجود آلية مراقبة. لو كانت هناك آليات مراقبة فعالة، ليس فقط في موضوع إنفاق المال السياسي في الانتخابات، وإنما منظومة الفساد المستشرية كيف نقضي عليها. عندنا قانون عقوبات، نشرع قوانين جديدة، ولكن لا يوجد تفعيل لهذا الموضوع. نعم. أنا أضيف شيء آخر، وهو موضوع القوائم المفتوحة أيضا أضر بإنفاق الأموال للانتخابات.
يعني عندنا احنا في تجربة انتخابين الجمعية الوطنية والدورة الأولى كانت القوائم مغلقة، أي اللي يتنافس ويتم الاختيار عن طريق القوائم والأحزاب وليس كل شخص بمفرده. اليوم إذا نجي وناخذ بغداد اللي بيها 69 مقعد والقانون يسمح بترشيح 138 لكل كيان سياسي، هذا ال 138 إذا عدنا 10 قوائم اللي هي أكثر من 10 قوائم قطعاً، فأنت تصور الضخ الكم الهائل من المرشحين وكل واحد يريد يتنافس وكل واحد يريد يقنع الجمهور بأنه الأولى والأجدر بالانتخاب. نعم. النقطة الأخرى اللي أيضا أريد أضيفها، موضوعة توظيف المال العام والمال السياسي هي ليست بمستوى واحد في كل المحافظات، لا زالت هناك بعض المحافظات فيها صراع طائفي، فيها صراع قومي، فيها صراع حزبي على أشدة يكون فيه التوظيف. يعني أنا مثلا ما سمعت في كركوك على سبيل المثال موضوع شراء بطاقات ناخب، لأن الموضوع هناك عندنا في صراع قومي على مستقبل المحافظة وتمثيل المحافظة. جل الانتخابات تكون عبر الدورات السابقة، وهذه الدورة ليس بدعا عن الدورات السابقة، يكون فيها التركيز على الهوية القومية الموجودة في المحافظة والتنافس بين المكونات الرئيسية فيها. نعم. طيب يعني سيد حسن ابقى معنا. نعم ابقى معنا إلى بعد هذا الفاصل. الحملات الانتخابية التي انطلقت قبل موعدها تؤشر على سباق محموم إلى البرلمان بين مسؤولين حاليين وظفوا أموال الدولة لمصالحهم الشخصية ومرشحين لم يجدوا ما يقنعوا به الناخبين لاختيارهم سوى المال والهدايا وغيرها من الأساليب. أترككم مع تارا البكري وهذا التقرير. وسط تنافس شديد بين ما يقرب من 7000 مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، تبرز التحذيرات والمخاوف من تزوير الانتخابات أو التلاعب بنتائجها لصالح جهات سياسية مختلفة. ويبدو أن حجم التنافس الكبير يقلق بالفعل بعض الأحزاب والكتل السياسية، إذ يتنافس في بغداد لوحدها 1985 مرشحا على 71 مقعدا برلمانيا مخصصا للعاصمة، ما يشير إلى أن العراق مقبل على سباق شرس نحو البرلمان قد يدفع بعض الأحزاب لمحاولة تزوير الانتخابات. ملامح تزوير أخرى تمثلت في بيع أكثر من 50,000 بطاقة ناخب بمحافظة الأنبار بحسب ما كشفت مصادر سياسية. أكدت أيضا أن معظم البطاقات الموزعة في المحافظة خالية من صور لإثبات الشخصية، وهو أمر يسهل عملية التزوير عبر التصويت أكثر من مرة بنفس البطاقة. ولم تقتصر محاولات التأثير على نتائج الانتخابات عند هذا الحد، فالمال العام دخل هو الآخر في المشهد الانتخابي ليلعب دورا في الدعاية الانتخابية، إذ يستغل بعض المسؤولين والمحافظين أموال الدولة وتخصيصات في الدعاية الانتخابية كتوزيع المنح وإطلاق المشاريع مع اقتراب الانتخاب لأغراض دعائية. إلا أن هذا لم يكن غائبا عن الحكومة العراقية. رئيس الوزراء حيدر العبادي حذر من محاولات بعض السياسيين توزيع ثمارات توظيف وإطلاق وعود انتخابية من أجل الحصول على الأصوات، وقال إن ذلك خداعا معروفا لدى المواطن العراقي. لن نوعد بشيء ما نستطيع الحقق. أكو بعضهم يقولوا لي لو نسوي وعد، يقول لهم لا، أنا لا أوعد بشيء إلا أستطيع أن أحققه، ولا هذا اعتبره غش واحتيال المواطنين. أنا أجد البعض دي ينشرون استمارات توظيف، استمارات تعالوا نعينكم بعد الانتخابات. إذا أنت فشلت في تحقيق خدمة المواطن تتحقق الآن بالشهر ونص الأخير، هذا خداع وهذا شراء أصوات بالباطل وهذا مرفوض، وأنا أتصور المواطن يعلم ذلك. لن يخدع المواطن بهذه الطريقة. نحن لن نعد بشيء إلا قادرين على نحققه، لهذا وضعنا تخصيصات وده نستمع للمواطنين وده نقولهم هذا راح نستطيع نحققه وده نمشي. الجانب الآخر قد يحتاج لفترة أطول، يحتاج لتخصيصات أكثر، وربما الدولة الآن ما تستطيع أن تقدم ذلك في الوقت الحاضر. كل ذلك وما زال الجدل قائما حول آليات التصويت، حيث تطالب جهات سياسية بأن يكون التصويت في الانتخابات يدويا لمنع التلاعب، في حين تطالب جهات أخرى بتعميم التصويت الإلكتروني على جميع المحافظات أو إلغائه.
نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى السيد هادي جلو مرعي عضو الحزب المدني. سيد هادي مرحبا بك من جديد. ويعني على الرغم من أن هناك تشريعات بخصوص قانون الانتخابات، هناك مواد تشير بشكل صريح إلى منع استخدام المال العام، منع إدخال المال السياسي في الانتخابات، الابتعاد عن التأثير على يعني اتجاه الناخب في هذه الانتخابات، هناك أيضا جهات رقابية، مفوضية الانتخابات مفوضة بهذا الأمر، ولكن يعني على الرغم من كل ذلك هناك انتشار لحالات التزوير والتلاعب، هناك أيضا مال سياسي بدأ يأخذ دوره في هذه الانتخابات وشكاوى عديدة تجاه هذه الحالة، لماذا برأيك؟ نعم، الأمر الحقيقي في العراق هو عدم وجود بيئة قانونية، القانون لا يطبق على الأرض، على يعني لا أقول على الإطلاق، ولكنه لا يطبق على الأرض على الأقل من أجل حماية المصالح العامة للدولة العراقية وللشعب في إطار العمل السياسي كالانتخابات والمشاركة الديمقراطية، أو في إطار حفظ المال العام ومنع تهريب الأموال وغسيلها، وكذلك المتاجرة بأرواح الناس، وأيضا التأثير في القوانين وتطبيق القوانين على الأرض بوجود جهات متنفذة وقادرة على فعل ما تريد. للأسف أضعف حلقة في العراق هي الحلقة القانونية، وأقول بحزن أن أضعف حلقة في العراق هي حلقة الحكومة، ولا أعني السيد العبادي، ربما السيد العبادي هو أكثر رئيس وزراء منذ عام 2003 وحتى اللحظة قام بفعل مؤثر وجيد، وعلى الأقل في عهده عادت المدن المنهوبة من داعش. ولكن أقول أن القانون لا يطبق على الأرض ليس بسبب الحكومة بالضرورة، ولكن بسبب النظام السياسي في العراق الذي شرع في العام 2003 وجعل إدارة الدولة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، ولم يعد القانون هو الذي يحكم الدولة، ولكن هي القوة، قانون القوة وليس قوة القانون. حتى اللحظة منذ عام 2003 ونحن الآن في عام 2018 قانون القوة هو الذي يحكم، بينما قوة القانون غير متوفرة ولا أثر لها في الشارع ولا على مستوى مؤسسات الدولة، إلا على مستوى بسيط جدا ولا يلبي حاجات المواطنين من أجل تحقيق الأمن والتطلع إلى مستقبل أفضل أو ضمان الحقوق العامة. لذلك أنا أعتقد أنه مظاهر التزوير وشراء الذمم والضحك على الذقون وربما استدراج السذج والبسطاء من الناس أصبح أداة سياسية، وأعتقد أنه القوى السياسية الفاعلة في الدولة العراقية منذ 2003 وحتى اللحظة استنفذت جميع ما بيدها من حيل وألاعيب، ولكنها ما تزال تعتمد على سذاجة البعض للأسف، وتخدعهم بالطائفة والقومية، وتقدعهم يعني بالعشيرة وبالمنطقة وبالولاء السياسي، ومحاولة إذكاء بعض الفتن في الشارع العراقي من أجل حشد الناس. طيب يعني سيد هادي ابقى معنا يعني آخر. لنعود لسيد حسن تورن نائب رئيس الجبهة التركمانية. يعني سيد حسن، يعني هنالك شكاوى اتجاه مكتب المفوضية في كركوك من التلاعب ببطاقات الناخبين من توزيعها أو توزيعها لمستحقيها، يعني هل هنالك تشكيك بآلية عمل المفوضية؟ الحقيقة في كركوك كما تعلمون سجل الناخبين في إشكال كبير، والانتخابات المحلية أجلت منذ عام 2005 ولحد هذه اللحظة بسبب هناك شكوك واضحة في آليات القاعدة بيانات سجل الناخبين. إحنا كتركمان اعترضنا، وحتى القانون الأخير الذي توافقنا عليه في انتخابات مجالس المحافظات في فقرة واحدة واضحة تقول أن هناك يجب أن يكون تدقيق سجل ناخبين قبل الانتخابات المحلية. هذا الكلام اللي كنا نقوله سابقا اليوم خاصة بعد طبع البطاقات البايومتري اليوم صار واضح وأكيد. عندنا مراكز كثيرة في محافظة كركوك تردنا من عندها شكاوي، وهو أن هناك الكثير من الناس اللي يراجعون المراكز ولديهم أكثر من بطاقة ناخب بايومتري. يعني مثلا يأتي شخص وعنده بطاقة ناخب، تعرفون هذه قاعدة بيانات والسيستم واحد وهي داتا بيس مشتركة لكل العراق. نفس الشخص اللي عنده بطاقة ناخب في كركوك نفس العائلة ونفس الأفراد، ثم بعد ذلك يظهر له بطاقة ناخب أخرى في محافظة أربيل أو سليمانية
أو في قضاء كفري التابع لمحافظة السليمانية. هذا يدلل على أنه هذه قاعدة البيانات الموجودة لم تعشق مع قاعدة بيانات إقليم كردستان وتحذف الأسماء المكررة. هذه حقيقة بالنسبة لنا في محافظة مهمة مثل محافظة كركوك أمر مقلق. لابد على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الانتباه لهذا الموضوع وحذف الأسماء المكررة أو ظاهرة أخرى. بطاقات الناخب الخاصة بالعسكريين أو القوى الأمن الداخلي اللي هي التصويت اللي عندهم تصويت خاص قبل يوم الانتخابات باعتبار أن القوى الأمنية ستكون مشغولة بحماية مقرات الانتخابات في يوم الاقتراع اللي هو يوم 12/5. وجدنا أيضا هناك تكرار بين أنه الشخص الواحد اللي هو أحد أفراد القوات الأمنية أو القوات المسلحة عند بطاقتين ناخب، وحدك بأنه مواطن عادي والآخر بأحد منتسبي القوى الأمنية. هذا أيضا التكرار ظاهرة واضحة في كركوك، وهي هذه الظاهرة ربما تكون في محافظات أخرى، ولكن على الأقل أنا شهد على عيان عليها في محافظتي في محافظة كركوك. كان أيضا تصريح لأحد نواب الجماعة الإسلامية الكردستانية الأخ زانا الذي أثبت وبالدليل القاطع أن هناك أسماء مكررة في محافظات الإقليم مع المحافظات المحادة للإقليم وخاصة في محافظة كركوك. المفوضية يجب أن تكون جادة وتعطي رسائل اطمئنان لكل أبناء الشعب العراقي بأنها لن تتهاون في كشف هذه الحالات وتعلنها على الملأ. وأيضا يجب إبطال البطاقات التي أكثر من بطاقة التي يحملها بعض الناخبين مثل الأدلة. وأنا اليوم عندي قرص وعندي معلومات دقيقة سأقدمها إلى مجلس المفوضين خلال الأيام القادمة لمعالجة هذا الموضوع، علما أن كان سبق أو أرسلت كتاب من مكتبي إلى المفوضية. نعم سيد من وجود حالات تكرار. نعم. لأشخاص في سجل ناخبين كركوك مع محافظات أخرى. المفوضية قالت لا يوجد مثل هذه الحالات، هي حالات أسماء مشابهة ربما تتكرر. وضحت ولكن الفكرة اليوم سيد حسن. عندي أدلة. نعم. ووثائق تثبت على أن هناك شخص واحد وعنده أكثر من بطاقة بايومتري. نعم سيد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، جملة من التساؤلات تطرح الآن حول ما هي حقيقة المخاوف من تأثير السلاح على الانتخابات، وهل هناك أحزاب سياسية تسعى لاستخدام أجنحتها العسكرية من أجل التأثير على آراء الناخب؟ التحذيرات التي جاءت من كتل سياسية لها تمثيل واسع في البرلمان تعكس ما جرى خلال الآونة الأخيرة على أقل تقدير من تعقيد في المشهد الأمني سواء في بغداد أو بعض المحافظات التي ما زال الاستقرار فيها نسبياً. كتل سياسية أقرت بحقيقة المخاوف من تأثير السلاح في الانتخابات وبوجود محاولات لفرض إرادات معينة على الناخبين، خصوصا في المناطق المحررة التي ما زال الاستقرار الأمني فيها نسبيا. رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد أكثر من مرة ضرورة فصل الممارسة السياسية عن العمل العسكري والمسلح، خصوصا للأفراد الذين ينتمون إلى مؤسسة الحشد الشعبي. تيارات مدنية وأحزاب جديدة حذرت من الارتباط المباشر لبعض الفصائل المسلحة بأحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات وإمكانية تأثيرها على آراء الناخبين وتوجهاتهم في التصويت. سلسلة الجرائم المنظمة وعمليات الخطف التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات الجنوبية مؤخراً ضاعفت المخاوف من وجود عصابات تستخدم السلاح خارج سلطة الدولة لفرض إرادتها على المواطنين.
إذن أعود معك سيد هادي، يعني ونعود إلى التساؤلات أو التساؤل الذي طرحناه قبل قليل، ما هي حقيقة المخاوف من تأثير السلاح على الانتخابات، وهل هنالك أحزاب سياسية يعني تسعى لاستخدام أجنحتها العسكرية في من أجل التأثير على آراء الناخبين؟ يعني حتى اللحظة لا يوجد من مظهر يعني من هذه المظاهر في ان من ان هنالك أجنحة عسكرية لأحزاب تنزل للشارع وترغم الناس بهذا الشكل المباشر على ربما الإدلاء بأصواتهم لحساب جهة سياسية بعينها، ولكن انا اعتقد ان التأثير سيكون معنويا اكثر من كونه تأثيرا ماديا، اي بمعنى اخر انه القوى المسلحة لها حضور ميداني من خلال الدعاية الإعلامية ومن خلال التأثير المعنوي في جمهور ومناصرين لها في مناطق متعددة من العراق، وبالتالي قد يكون ذلك يمثل التأثير الأول، ولكن أن تنزل تلك القوى إلى الشارع هذا يعني حتى في الانتخابات الماضية التي مورست على أكثر من في أكثر من دورة لم يكن بهذا المستوى من الوضوح والذي نخشاه، ولكن حتى في المناطق المحررة مع وجود الجيش و سيطرة القوات الأمنية الخشية من أساليب تزوير ودعاية مالية واستخدام للمال السياسي وربما تأثير والتغرير ببعض الناس البسطاء، لكن أن يكون هناك تأثير مباشر للسلاح في التصويت يعني هذه الظاهرة أعتقد أنها بحاجة إلى بعض التأمل، ولكن لا يمكن بسهولة اتهام أي طرف باستخدام هذا الأسلوب، لأنه معظم المناطق كما تعلمين خاصة في الوسط والجنوب هي مناطق تحت سيطرة الدولة والإشراف الحكومي المباشر، والقوى التي تمتلك السلاح هي أيضا جزء من المعادلة السياسية الآن، لكن قد يكون هنالك تأثير استخدام للقوة ولكن عن طريق الإيحاء وليس عن طريق التمثيل المباشر لهذه القوة في الشارع أو عند مراكز الانتخابات أو إرغام الناس بقوة السلاح، يعني هذا الأمر مستبعد في الواقع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق. نعم، هادي جلو مرعي العضو في الحزب المدني، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا في هذه الحلقة. إذن فيما يحصل بقانون الانتخابات، على الرغم من الخلافات التي دارت حول قانون الانتخابات إلا أنه ما زال يعمل وفقا للتمثيل النسبي، قانون يرى البعض أنه يعزز المحاصصة فيما يراه آخرون فرصة لتشكيل التحالفات القوية. ما زال العراق يعمل بالنظام الانتخابي الذي وضع عام 2004 وهو التمثيل النسبي مع اختلاف المسميات في كل انتخابات. أطلقت تسمية التمثيل النسبي بالدائرة الواحدة على القانون في انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة في كانون الثاني عام 2005. أما في انتخابات البرلمان في كانون الأول عام 2005 فسمي القانون بالتمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة، وفي انتخابات مجلس النواب في آذار عام 2010 تم العمل بقانون انتخابات التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة أيضا. في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نيسان عام 2014 سمي قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل، وفي الانتخابات التي ستجري في 12 من أيار المقبل تم التعديل مرة ثانية على قانون سانت ليغو واحتساب نسبة 1.7 بدلا من 1.9. نرحب الآن مشاهدينا بضيفي حلقة استوديو 18، عضو ائتلاف الوطنية السيد حامد المطلق، وأيضا عضو تحالف الفتح السيد رزاق محيبس. نبدأ وإياك سيد حامد، بداية محافظة الأنبار يعني يبدو أنها تعاني كثيرا من موضوع الانتخابات، البعض يرى بأن قضية الفقر، العازة، النزوح، البطالة يعني صبت في صالح الفاسدين ليس في صالح معاقبتهم، كون أن المال السياسي بدأ يلعب دوره مستغلا الظروف المأساوية، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم ولكادر قناتكم الكريم والأخوة المشاهدين والأخوة الضيوف. أخو الضيف،
يعني اخي الكريم، كما تفضلت، يفترض ان يعني الجهات الرسميه والجهات المعنيه، اي الجهات الحكوميه المسؤوله، ان تنظر الى ماساه الناس النازحين والمهجرين وموضوع الخدمات وموضوع عموم الناس بعين مسؤوله وباجراءات مسؤوله، ان تساعدهم، ان تقدم العون لهم، لا ان تستغل ظروفهم المعاشيه ووضعهم الماساوي لكي تستغل وتبتز. هذا هو اخي الكريم الذي يجري، يعني كما نسمع ونرى من شاشات الاعلام ومن نسمع من ناس اخرين كثيرين. يعني كان يفترض ان المال العام الذي يقدم للمهجرين والنازحين يقدم لمساعدتهم ولتخفيف معاناتهم ولتسهيل مهماتهم في العيش البسيط على الاقل، لا ان يستغل لشراء اصواتهم وان يبتزون وان تمنع عنهم كل المساعدات التي يجب ان تذهب يعني لتخفيف معاناتهم وتستغل عوزهم لصالح هؤلاء الفاسدين، أي أن هؤلاء الفاسدين يستغلون الأموال التي حصلوا عليها بفسادهم السابق ويستغلون أموال الدولة الأخرى الموجهة لتخفيف معاناة الناس لصالحهم ولصالح جيوبهم ولصالح وضعهم الانتخابي. هذا هو الأخي الكريم الذي نتكلم عنه. أنا حقيقة يحضرني السؤال، ما فائدة هذا القول الذي نتكلم فيه نحن جميعا عن موضوع انتخابات واستقلال الناخب واستقلال مأساة النازحين والتزوير وشراء الأصوات وغيرها؟ أنا أعتقد هذا الصوت الذي نتكلم فيه كالصوت الذي تكلمنا فيه عبر 15 عام، من معالجة الطائفية السياسية، من معالجة الفساد المالي، وإذا بالنهاية شعبنا يمزق بالكامل والمال العام يذهب إلى جيوب الفاسدين، والفاسدين يعني تمتلئ جيوبهم ويزدادون ثراء فاحش واستغلال نفس المواطن دون أي إجراءات قانونية حاسمة. أخي الكريم، إذا أردنا أن نعالج علينا أن نبدأ بالجدية لا بالكلام فقط. هناك أشخاص وهناك جهات يؤشرها المواطن وتؤشرها الجهات المسؤولة، سواء مفوضية الانتخابات أو رئاسة الوزراء أو الجهات الأمنية أو القضاء المسؤول. ما فات الكلام إذا لم يحاسبوا هؤلاء ويمنعوا على الأقل من الانتخابات، من دخول الانتخابات، ويعني يقوم القضاء بإجراءات القانونية عليهم وإيقافهم ويجعلهم عبر الآخرين. هذا الكلام أخي الكريم إذا استمر القول فيه دون إجراءات حاسمة ودون إجراءات رادعة وإجراءات قانونية، سوف يكون كلامنا كما نتكلمنا سابقا عبر 15 عام ببناء اقتصاد وزراعة وصناعة ومنع التدخلات الخارجية وإيقاف الفساد المالي والهدر العام، وإذا بأموال الدولة كلها تنهب وتذهب والوضع يزداد سوءا وسوء على سوء بكل المجالات. نعم، طيب ابقى معي سيد حامد، عفوا على المقاطعة، لكن ابقى معي سيد حامد لنرحب بضيفنا رزاق محبس وهو عضو عن محافظة ذي قار عن تحالف الفتح. أهلا بك سيد رزاق. يعني بداية، ما هي حظوظ تحالف الفتح؟ ما هي رؤيتكم لما بعد الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهدي قناة الشرقية. بالتأكيد هناك برنامج خاص أعد لتحالف الفتح، إن شاء الله سينفذ ما بعد مرحلة الانتهاء من الانتخابات، وهذا البرنامج فيه ركائز وأولويات مهمة. الأولى أن تحالف الفتح يعتقد جازما بأنه إذا ما أردنا بناء دولة حقيقية أو الشروع في بناء دولة حقيقية يشعر فيها المواطن بالأمن والأمان ويشعر بها بروح المواطنة ودولة المؤسسات، إذن يجب علينا توفير الأرضية المناسبة وهي ثلاثية والتلازم فيها واجب، أولا الأمن، وثانيا مكافحة الفساد، وثالثا تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط. هذا التلازم بين هذه الثلاثية نؤمن به إيمانا كاملا، لأننا نعتبره ونعتقد جازمين بأنه الأرضية المناسبة الواجب توفيرها إذا ما أردنا الشروع في بناء دولة حقيقية نسميها أو نستطيع تسميتها بدولة المؤسسات قادرة على تحقيق العدالة وإشعار المواطن بالانتماء للوطن
وروح المواطنة. ثم بعد ذلك إذا ما تمكنا من تهيئة ذلك ننتقل إلى موضوعة النهوض بالتعليم، لأننا نلاحظ بأن تجارب الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وماليزيا لم تنهض هذه الدول وتصبح في مصاف الدول المتقدمة إلا بعد أن نهضت بالتعليم، ثم بعد ذلك النهوض بالواقع الصحي، يليه تلبية وتوفير الخدمات الأخرى وبناء البنى التحتية التي من خلالها يمكن توفير الخدمات للمواطن. هذا بشكل يعني مختصر ما سيقوم به إن شاء الله تحالف الفتح بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات. طيب أبقى معي سيد رزاق لنتابع هذا التقرير عن أساليب الدعاية الانتخابية التي اختلفت هذه المرة، فبالإضافة إلى الصور واللافتات التي ملأت الشوارع والأرصفة اختار سياسيون التجمعات الطلابية في الجامعات لترويج برامجهم السياسية، فيما استغل آخرون مضيف العشيرة لكسب أصوات أفرادها. لجوء بعض السياسيين إلى الجامعات العراقية للترويج عن أنفسهم دفع الحكومة لمنع استخدام المؤسسات التعليمية كمنابر للدعاية الانتخابية. مضيف العشيرة يمثل واحدا من أكثر الطرق التي يستغلها السياسيون للتأثير في آراء أفرادها وضمان حصد أكبر عدد من الأصوات. انتشار ظاهرة توزيع المنح المالية والمواد العينية كالبطانيات والمدافئ والسلات الغذائية وغيرها من المواد العينية. وزارة الداخلية العراقية قالت إنها تنأى بنفسها عن أي حملات انتخابية لأي جهة كانت، وإنها غير معنية بمن سيفوز في الانتخابات. إذن أعود معك سيد حامد، يعني نتحدث عن شراء الأصوات وذمم الناخبين ويعني العمليات التي تحصل في الأنبار، يعني برأيك في الانتخابات هذه يعني في الأنبار هل ستكون بعد كل هذه الأمور التي تحصل هل ستكون حل بالنسبة للمحافظة أم هي أزمة؟ يعني أنا حقيقة أجد أن المحافظة تمر بأسوأ فترة تمر فيها يعني على مر التاريخ، طيلة هذه الفترة من 2003 إلى هذا اليوم، يعني أن يكون مستوى الإداء لإدارة المحافظة ولمجلس المحافظة بهذا الشكل، أن تكون محافظة الأنبار هي المحافظة الأولى كما نسمع في الإعلام في موضوع شراء الأصوات أو اختفاء البطاقات الانتخابية، أن يكون الابن الأنبار محبط إلى هذه الدرجة ويائس من العملية الانتخابية أمر يعني حقيقة مؤلم جدا وأمر غريب. وأنا أجد حقيقة أن هذا الموضوع سوف يعود بنتائج سيئة جدا بنتائج انتخابات على المحافظة ككل. إذا كان الفاسد والذي يقوم بشراء الأصوات وجاء بأموال لا يمتلكها غيره من الأشخاص الآخرين ويستغل هذا المال لشراء الأصوات، إذن كيف يكون أمينا على بناء بلده وعلى صوت الناخب عندما يفوز؟ هذا أمر خطير للغاية. إذن سوف أن تكون نتائج وبالية ونتائج كارثية ليس على الأنبار فقط وإنما على عموم العراق ولكن على الأنبار بالذات. يطمئن المواطن عندما يرى الإدارة في الأنبار سواء مجلس المحافظة أو الإدارة المحلية أو الإدارة العامة الحكومة المركزية ترقب ذلك وتلاحظه وتحد منه بإجراء قرارات قضائية أو قرارات حاسمة لإيقافه. لكن إذا كان هذا الموضوع مستمر وهؤلاء الفاسدين يعملون ويعبثون كما يريدون، إذن كيف يكون المواطن مطمئن ويذهب إلى صناديق الاختراع برغبة؟ وكيف يكون مطمئن أنه إذا ذهب إلى صناديق الاختراع وانتخب سوف تكون النتائج كما يريد؟
لذلك أنا أقول حقيقة أن أدعو مفوضة الانتخابات أن لا نعتمد الكلام فقط وعلى رئاسة الوزراء وعلى القضاء أيضا وعلى الادعاء العام، أن يعمل وأن تكون هناك تجربة في هذه الانتخابات، أن يقدم الناس الذين تثبت عليهم شراء الأصوات أو عمليات تزوير إلى القضاء وإلى المحاكمة، وأن يمنعون من الذهاب إلى من ترشيحهم إلى الانتخابات. إذا لم تكن هناك إجراءات حاسمة لأشخاص في كل محافظة على الأقل من اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل من الذين فعلا تثبت عليهم هذه الأفعال، أن يكون عبرة للمجتمع طيب. ويعني خطوة في اتجاه بناء القانون وبناء قضاء صحيح وبناء انتخابات صحيحة وبناء بلد بمؤسسات يحاسب فيها القانون على المخالفين والسيئين. طيب أنتقل الآن إلى السيد رزاق محب. السيد رزاق، يعني جملة من الشكاوى والمطالبات لرئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يتم حصر السلاح بيد الدولة، السلاح بدأ يستخدم بالضغط على توجهات الناخب، وبالتالي قد تكون الانتخابات تأخذ منحا آخر وقد تطعن بها فيما بعد بسبب هذه التدخلات. ألا تعتقد اليوم بأن بعض اليوم المرشحين في الفتح والذين دعموا هذه الأجنحة المسلحة في حربها على داعش حتى بعد فك ارتباطها اليوم هذه الفصائل المسلحة قد تعود لتدعم هؤلاء الأشخاص الذين قدموا لها الدعم في هذه الحرب الكبيرة؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هذه مخاوف غير مبررة، لأن ما في تحالف الفتح قد تمكن من دابت ودمج كل الفصائل المقاومة والفصائل الحشد الشعبي التي تصدت لإرهاب داعش وهزمته وأخرجته من أرض العراق بعد الفتوى التاريخية للمرجعية العليا المتمثلة بالإمام السيستاني حفظه الله تعالى، وبالتالي لا توجد أجنحة مسلحة لدى تحالف الفتح ينوي استخدامها في الانتخابات، لأن إذا كنتم تقصدون الحشد الشعبي فالحشد الشعبي أصبح مؤسسة أمنية كمؤسسة الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب يحكمها قانون اسمه قانون هيئة الحشد الشعبي الذي شرع من مجلس النواب العراقي، وبالتالي هي قوة أمنية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، تم تنظيمها وفق قانون مشرع من البرلمان وسلمت جميع أسلحتها للدولة العراقية وأصبحت تأتمر بأمرة القائد العام. نعم. طيب يعني سيد رزاق، يعني كيف هي مخاوف غير مبررة؟ نعم، عذرا على المقاطعة يعني سيد رزاق. الشعبي. نعم، يعني كيف هي مخاوف غير مبررة؟ يعني وهي تأتي أو أتت يعني من شخصيات كبيرة في الحكومة، يعني منهم رئيس البرلمان. أعتقد الأخ رئيس البرلمان أو غيره من الذين صرحوا بهذه المخاوف من السلاح يقصدون بذلك السلاح السائب الغير محكوم والغير خاضع لسلطة القانون والغير خاضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. هناك سلاح سائب في الشارع يجب على الحكومة معالجته كعصابات الجريمة المنظمة أو غيرها، فبالتالي كان واحد من الأسباب التي شرع من أجلها قانون هيئة الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب العراقي هو لغرض الفرز بين السلاح الخاضع لسلطة الدولة والمتمثل بسلاح الحشد الشعبي والسلاح الخارج عن القانون والخارج عن سلطة الدولة والمتمثل. شكرا سيد رزاق محيبس، لضيق الوقت فقط، وغيرها من نعم. الجهات التي تدعي بانتسابها نعم سيد رزاق للدولة وهي لا تنتسب للدولة. شكرا جزيلا لك سيد رزاق محيبس العضو عن تحالف الفتح، وعذرا لضيق الوقت انتقل مرة اخرى الى سيد حامد المطلق. سيد حامد، في الختام يعني وباختصار شديد، هل أموال المال العام في الأنبار اليوم قد
استغلت من قبل متنفذين داخل المحافظة، وكيف يمكن معاقبة هؤلاء في هذا الوقت وقبل بدء الانتخابات؟ أخي الكريم، باختصار شديد، نحن نسمع الكثير من هذا الكلام، وأنا لا أعتقد أن هذا الكلام اعتباط ويصدر يعني عن طريق جهات غير مسؤولة. من يتكلم هكذا كلام لابد لديه حقائق، ولكني أقول على الادعاء العام أن يتصرف، على القضاء أن يتصرف، على النزاهة أن تتصرف، على مجلس الوزراء أن يتصرف، على الجهات الأمنية والتنفيذ أن تتصرف، على مفوضة انتخابات أن تقوم بواجبها في هذا الموضوع، وأن تمنع مثل هذه التصرفات، وأن تأخذ بيد القائمين عليه إلى القضاء وتمنعهم من استغلال هذا المال، وتمنعهم من الترشيح، وتحاسبهم على كل دينار أو فلس هو من المال العام ويصرف أو يؤخذ من حق المواطن هو للمواطن. إذا لم نطبق القانون وإذا نكتفي بالكلام فقط، لن نبني بلد ولن نعالج مشكلة. طيب سيد حامد، يعني بنعم أو لا، هل تعتبر ذلك تزويرا استباقيا؟ نعم، إنه تزوير وإنه استغلال وإنه إمعان في امتهان حق المواطن، وإمعان في يعني في في في, في يعني منع القانون من القيام بواجباته والإخلاء بالأمن العام. نعم، ومستقبل هذا البلد. نعم نعم، إذن أشكرك حمد المطلق، وهو عضو عن وأنت عضو عن ائتلاف الوطني، أشكركم جزيل الشكر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من استوديو 18. شكرا جزيلا لك لينا. مشاهدينا نلتقيكم في حلقات أخرى، إلى اللقاء. إلى اللقاء.